هسه راح نحكي بيها بشكل واضح، راح اوضح لكم. بس خل اشير الشاشة. زين، تمام. وين ال الشير موجود؟ بس خلي واحد يقول لي اذا الشير موجود. صار موجود موجود، بس يعني ما ظاهر شيء لحد الان. بس تمام، يعني طلعت لكم اللي شيرت الشاشه؟ ايه صار موجوده. نسبه الخلط دائما عاده 1 إلى 2 إلى 4. إلى أربعة. يقول لك نسبة خلط 1 2 4، شايفيها هواي، أو 1 1.5 3، أو 1 إلى 2، أو 1 إلى 3 مثل من الساعة ما شفنا باللبخ، لأن بس رمل واسمنت ماكو حصول. 1 2 4 هي هاي شو يسموها؟ هاي يسموها نسبة حجمية. شلون يعني حجمية؟ يعني كل حجم واحد اسمنت، حجمين رمل، 4 حجوم حصل، واضحة؟ فأول واحد سمنت، الثاني رمل، الثالث شنو؟ حصل جرافل. أنا هسه راح أكتب عليه. شوي أنا هذا بس شاي بيدي. فأول واحد سمنت، الثاني المفروض اللي هو يكون ساند، والثالث اللي هو المفروض يكون جرافل، اللي هي حجم حجميه. زين، هو هسه بيبن مطلع ليها، مطلع ليها بالدلاله، يعني كل واحد متر مكعب يساوي لي 1 حجم من الاسمنت، وحجميا من الرمل 4 حجم من الجرافل. وضحت؟ واضحه لو لا؟ جيد. زين، اكو عندنا ملاحظه مهمه. الحصو زائد الرمل زائد الجرافل، اني مثلا لو جبت 1 متر مكعب رمل مثل ما تشوفوه هسه بالشارع، هيك انا اريد تتخيل، وجمعت وياه 1 متر مكعب حصو، وجمعت وياه فد حجم معين من الاسمنت، خلي يكون مثلا، خلينا نقول 1 ايضا، تمام؟ ايش تتصورون ايش قد راح يطلع الحجم؟ بس خلي اريد واحد يكتب لي الحجم ايش قد يتخيله، اريد يتخيل ايش قد فوليوم. اكرر، انتظر منكم جواب. جبت متر مكعب عربانه رمل، ومتر مكعب بعربانة حصو، وخليت همين وياها اسمنت حجم معين، خلي نقول هم متر مكعب، من يقول لي ايش قد الحجم؟ حتى لو خطأ ماكو مشكلة، بس انا اريد تشبالك. 3 مو لو انا غلطان. عيني 3 لو اني غلطان. يعني صار 3 متر مكعب تقصد؟ ايش تقولون؟ لا هو صار احنا مو بالحجوم ما نجمع نضرب يعني هيك. لو انا وش تبي يعني؟ شنو ما تضرب؟ انا جاي اجيب لك عربانه، جاي اخلي شي فوق شي، تضرب ليش؟ ها يعني 3 متر مكعب. يعني انا جبت رمول بعربانه شمرته، جبت حصو بعربانه شمرته، جبت اسمنت بعربانه شمرته وخلطتهن. يعني تضرب ليش؟ يلا بعد ساعتين.
شغل المدني يعني احنا ميكانيك شوي. ليش تتردد؟ زهراء تقول ثلاثة، انت تقول ثلاثة، انت تقول نضرب. جيد، شغل المدني. لا مو هو انت سالح حجوم هو شغل المدني. وكأنما تعيرنا شغل المدني. لا سال. بس هو الاختصاص احنا ما نتجاوز الاختصاص يعني. جيد، خلي اقول لك شغلة. انت هسه ببالك، ببالك هسه انا لو جبت شغلات فد طابوك واحد متر مكعب طابوك، جيد؟ خليته جيد. اي جيد، بس ما يطلع متر مكعب. اي بقصدش ما يطلع ثلاثة متر مكعب، ايش يطلع؟ اكو شيء يسمونه راح شيء يدخل بين شيء، مو صحيح؟ هذا الجرافل الحصو من مجمع بمتر، ايش تتصوره؟ مثل المي، الحجم مالته لو بفراغات بفراغات صحيح؟ أيه. اكيد. وكذلك فمن راح تخلطهن اكو رمل راح يدخل بهاي الفراغات، اكو سمنت راح يدخل بهاي الفراغات، وبالتالي نوبات تباوع تلقى الحجم ما تغير ذاك التغير. ليش؟ لان اكو رمل وين جاي يسرب؟ يدخل بالفراغات الموجوده بين الاحجام الكبيره، صح؟ يتخللها بالضبط. جيد، هذا التخلل شو يسمونه؟ يسمونه التداخل. لهذا السبب قالوا العمليه راح تكون بالشكل الاتي، قالوا كل واحد متر مكعب، اللي هو كل واحد متر مكعب يساوي هذا التخلل انطوه نسبة 0.67، تمام؟ وياي؟ وياك سار. اثنين اللي هي اثنين مو واحد اثنين اربعة، العفو، واحد من قيمة الاكس اللي هو خل الاسمنت الى اثنين من قيمة الاكس الى ثلاثة اربعة واحد واحد اثنين اربعة من قيمة الاكس، تمام؟ فش وصلنا؟ هاي ايش تعني هاي المعادلة؟ معناها تعني هاي ايش تعني؟ هاي المعادلة تعني، تعني ان واحد حولتها كلها راح اطلعها بدلالة من؟ بدلالة الاسمنت، لان هو منطيها دلالة حجمية اللي هو واحد متر مكعب اللي تشوفوا هذا هذا هل اخلي عليه، هو هذا اللي هو اساسينا، هذا الاساسي، هذا هو الناتج من التخلل اللي هو التداخل، وهذه هي النسب واحد الى اثنين الى اربعة، واحد من سمنت، اثنين من السمنت، والاربعة من السمنت، يعني هاي الاكس هي السمنت. وضحت؟ اذا ما وضحت يكتب لي حجم الاسمنت. جيد، عاشت ايده. جيد، شكرا. حسبوها انه تمام. خلي الجماعه اللي مو يم القضيه انا راح اشرح لهم هاي شلون صارت. فبتحليل هاي المعادله، يعني واحد، هذا الواحد يساوي الواحد بهذا الطرف يساوي بوينت، راح تبقى نفسها راح تدخل على القوس، بوينت 67 اكس بلس، تمام؟ 2 في بوينت 67 ايش قد راح يطلع؟ ما اعرف بالحاسبه، يلا راح اضربها هيك 2، بس خل اجيب حاسبه. اجيب الحاسبه بابا. جبت لك عصير، عصيرك ناخذين على المس بابا. فسه وفتك هناك بدوني بالغلط 134 اها 1.34 اكس اي بالضبط، زائدا اللي هي 4 في بوينت 67 في 2، نفسي هذا الرقم 0.67 في 4 2.68 من الاكس، تمام؟ فهسه هاي المعادله صار بها مجهول واحد وهو يا هو وهو الاكس، اكس صحيح حجم السمنت بالضبط. جيد جيد، ف 0.67 زائد 1.34 زائد 2.68
4.69 تساوي 4.69 اكس. فاذا الواحد يساوي 4.69 اكس يساوي 1 على 4.69. فراح تطلع لي اكس قيمتها اللي هي هاي اكس تساوي 0.21. شنو هاي 21 وحدتها؟ هسه اريد المربط والذك ويانا 21 متر مكعب يعني. جيد، متر مكعب، متر مكعب يعني اذا متر مكعب سمنت ايش قد وزن المتر مكعب سمنت؟ شو تقول شلطك حتى تعرف وزنه؟ والله ترى ما تبي اياكم بدايه يعني بسبب النت يعني، بس يعني انا بكل حياتك العامه، بكل حياتك انا لما نعطيك حجم واقول لك اريد وزن، ايش تطلب من عندي؟ تقول انطيني فلان حتى اعطيك وزن. جيد، كثافه انا ما اقدر اعرف شيء بلا ما اعرف كثافته، اعرف لازم احتاج الكثافه الدنسيتي. فاذا الكثافه هي الاساس، قد كثافه الاسمنت؟ كثافه الاسمنت هي 1400 كيلوغرام للمتر المكعب الواحد، لكل متر مكعب واحد، يعني 1000 كذا كيلوغرام كيجي بير متر مكعب. واضحه؟ 1400 كيلو للمتر المكعب. وضحت؟ يعني هسه 0.1، فحتى اعرف ايش قد اسمنت، لان الاسمنت بالاوزان وبالتعامل وبالسوق ينقاس بالوزن، ايش قد كم طن؟ فببساطه اقول 0.1 في 1400 فراح يطلع لي القيمه 294، فراح يطلع لي قيمه الاكس نفسيتها بس بغير وجه 294 كيلوغرام لكل متر مكعب كونكريت. وضحت؟ وضحت؟ العفو، كيلوغرام بير متر مكعب. هاي القيمة بيش راح تفيدك؟ بيش راح تفيدك هسه هاي؟ هذا 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 الرقم اللي حسبته. أنا من ساعة طلعت عندي الخرسانة، كمية خرسانة ايش قد بمثالنا كانت؟ خرسانة كانت الكونكريت الكلي، هذا كونكريت الكلي، خلينا نقول كانت تحتاجين 5 متر، 5 متر مكعب كونكريت، مو صح؟ زين، هاي ال 5 متر مكعب كونكريت ايش قد يراد الاسمنت؟ العملية سهلة، أنا أعرف إنه كل متر مكعب يحتاج ل 294، أنا عندي 5 بالضبط، فأضرب 294 في 5 ويساوي كم راح تطلع لي؟ هاي الكمية راح تطلع لي بالطن، في 5 فايش قد تطلع لي؟ 1470 كيلوغرام، صحيح؟ وتساوي واللي تساوي نفسها 1.5 خلينا نقول طن. ليش؟ حتى تكون العمليه مقاربه، يعني طن ونص، احتاج طن ونص لهذا. اما باقي الاوزان اللي هي اكس متر مكعب والحصو والرمل، انا هسه اذا اردت اطلع الحصو بنفس الحسبه، الحصو شقد هو ضعف الكميه، يعني شقد الرمل ساند شو يساوي لي؟ مو اثنين، مو واحد اثنين اربعة، على هذا سؤالي مو لو لا، هذا رمل جيد، هذا هو الرمل، العفو خليها، هذا هو الرمل، وبالتالي ساند راح يكون 0.21 في 2 ف 0.42 متر مكعب، عرفت؟
احتاجيت شقد؟ نص متر مكعب رمل. طبعا انا السيارات اللي اشتريها من السوق، الرمل تشتريه من السوق، ايش تشتري؟ تشتري بالطن، لو تشتري بالمتر المكعب تشتري على السيارة، والسيارة تقدر بكم متر مكعب، مو صحيح؟ فالسيارة تقريبا ما توصل 16 متر مكعب بالحوالي يعني رمل، اكو 8 واكو 9 بس يعني على حسب حجمها عادة، فيوصل نوبات اكو بين 16 15 اللي هو هذا اللي يسمونه العقرب، تمام؟ فحسبة بسيطة انه هذا انا احتاج هالقد. زين انا عندي 5 امتار من الخرسانة ما، فايش قد احتاج لهن رمل؟ فالقضية سهلة، همين 5 ضربا في بوينت 42.42 هذا ايش قد راح يطلع لي؟ راح يطلع لي رقم 20 اللي هو هذا 0.42 في 4 0.42 في 5 فيطلع لي مترين 0.1 هذا متر مكعب سانت. الجرافل نفس الشيء مو صحيح؟ هذا اكس هذا اكسين 4، هاي الكميه مجرد يعني لا تروح تعيد الحسابات هي ضعف هاي الكميه، فراح ايش قد تطلع لي؟ راح تطلع لي 4.2 صحيح؟ 4.2 متر مكعب. هذا المن جرافل، المن اللي احتاجه لهاي الكميه كلها. اذا مو واضحه قولوا لي، اللي عنده مو واضحه جيد جيد. 4 اذا هسه انا طلعت الحصى والرمل و بس ثواني آسف. وين وصلنا؟ منو عنده سؤال على هذا اللي شرحناه؟ أي استفسار؟ إذا أكو شيء مو واضح قولوا لي. جيد. إعادة سريعة للنتائج الأخيرة. أنا راح هسه للمثال السابق هذا مالك. نمسح هذا. راح ابقي نمسح الساند والرمل. احنا عرفنا ان 1 تساوي 0.67 في 1x 2x 4x. هاي المعادلة طلعت قيمة x 0.21. قيمة x 0.21 اللي هي قيمة هاي يسمونها السمنت. شنو هي هاي؟ كذا هي الاسمنت، هي الاسمنت. زين كثافة الاسمنت هي 1400 كيلوغرام، منها عرفت قيمة، منها عرفت وزن الاسمنت اللي احتاجه اللي هو هذا سمنت اللي احتاجه، احتاج 294 كيلوغرام لكل متر مكعب. زين انا عندي بالمشروع توتالي 5 متر مكعب كونكريت، حصو رمل واسمنت، تمام؟ جيد. قبل لا نوصل للتوتالي طلعت الاسمنت هالقد، زين الرمل ايش قد والحصو ايش قد من نفس المعادله، هاي طلعت قيمه اكس، انا اريد هاي القيمه اللي تمثل لي الرمل اللي هي ايش تمثل قيمتها 2 اكس يعني ضعف الكميه،
اروح هنا اكتب خلي اكتب سانت تساوي هي 2 اكس وتساوي 2 بي بوينت 2 وتساوي بوينت 4 1 متر مكعب. هذا ياهو سمنت العفو الرمل. هسه شو احتاج؟ احتاج الى الحصو. خلنا كتبه بالعربي. الحصى مكسر. حصى المكسر شو يساوي لي هسه؟ حصى المكسر اروح للمعادله. ايش مكتوب؟ 4 من قيمه اكس، يعني 4 في بوينت حصى تساوي لي هي 4 في ايش قد؟ بوينت 2 وتساوي 2 وتساوي لي ايش قد؟ 4 في بوينت 2 4 راح يساوي لي 8.4 مو 8.4 عفوا هي هاي راح يطلع لي بوينت 8 تمام. طلعت لي الحجوم اللي احتاجها بكل متر مكعب. الحصو والرمل ذول الاثنين ما احتاج احولهم الى وزن واضربه في كثافه، فقط الاسمنت. ليش؟ لان الاسمنت عندنا بالسوق ينباع بطريقه الوزن. اما الحصى اما الرمل والحصو لا، هو ينباع مثل ما هو بالمتر المكعب الواحد. فاذا انا عندي رمل 0.41 وحصى 0.84 تمام. هاي الاوزان هي الحقيقيه اللي راح احتاجها لكل واحد متر. زين انا عندي 5، فالقضيه كلش سهله. ان الساند الكلي هو اقول هذا الكميه الكليه ضربا في الكليه 5، وهذه كذلك ضربا في الكميه الكليه 5 تمام. وهاي كذلك احتاجها لكل متر، وانا احتاج حتى اطلعها لكل متر اقول اضربها في 5. فالقيم اللي راح احصلها هي الكميات النهائيه لكونكريت 5 متر مكعب، حصى رمل سمنت. زين ما يشقد من يقول لي ما يشقد؟ واحد يجاوبني؟ سويت إعادة سريعة واضحة؟ جيد. المي شقد؟ ما قلتوا لي هسه حصو رمل واسمنت. المي شقد؟ جماعة المدني. جماعة المدني شقد المي؟ ثلث الحجم شلون؟ اللي هي معادلة عادة طبعا هي ما دائما تكون صحيحه، هي مو صحيحه، بس ماكو عندنا ظروف مثاليه ونقول هي ثلث الحجم. احنا عندنا يسمونه ووتر سمنت ريشيو، ووتر على الووتر مقسوما على سمنت. هاي يسمونها الووتر سمنت ريشيو اللي هي تتراوح اللي هي تقريبا من 0.3 الى 0.4 تقريبا، من 0.3 الى 0.4 على ما اتذكر، من 0.3 الى 0.4. زين هذا وزن المي انا مجهول، السمنت عندي خلاص. فاذا بمجرد ما راح يصير بسط مقام، اذا حتى تكون القضيه واضحه، هاي الووتر سمنت ريشيو هذا، وهاي اللي يساوي
هاي اللي يساوي هسه الووتر ايش جيت الووتر انا اللي احتاجه هذه يا سمنت ايش قد عندي هاي ايش قد عندي القيمه هاي نقول خلينا نقول 0.3 هاي ايش قد عندي القيمه الووتر وهذا السمنت السمنت ايش قد اللي هي 294 كيلوغرام 294 كيلوغرام راح تكون القضية هي معروفة 0.3 في هذا الرقم راح تطلع لي المي اللي نحتاجه اوكي بس طبعا هي ما راح تلقاونها هي ايش لان مرات حصو جاف حصو رمل كذا فراح تتغير هاي النسبة عيني هذه موضوع الخرسانة وموضوع تخمين المواد الداخلة بال بس خلينا نشوف الحضور تمام تمام ال 88.2 شنو يعني شنو هاي 8 وحدتها انا اريد وحده لا تكتبوا لي رقم بدون وحده ثمانية وثمانين بوينت تو متر مكعب ثمانية وثمانين شنو متر مكعب متر مربع طين جاوي عاش تيديك الماي بالمتر المكعب مخوستر يعني شلون الماء بالمتر المكعب الحسبه جيد هسه انت تقول 88.2 متر مكعب يعني 0.3 في 294 راح يطلع لي 0.8 يطلع لي 88.2 يعني 88.2 متر مكعب يعني باللغه الدارجه احتاج للمتر المكعب الواحد 0.21 اسمنت متر مكعب واحتاج اللي هو تقريبا حوالي 0.41 متر مكعب واحتاج 0.484 اللي هي اعلى نسبه الحصو صح متر مكعب وحتى امزجهن اجيب 88 متر مكعب ماي وخلطه لتر 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 العفو لتر لتر العفو لتر لتر اي سوائل باللتر والمواد الصلبة بالمتر المكعب أو ملي لتر لا هي لتر ليش صارت لتر خليني أقول لكم شغلة تبوا لي الوحدات هذا الرقم بيش مكتوب 294 شنو الوحدة مالته 294 كيلوغرام مو لو أنا غلطان مو صح وهذا وزن هم كيلوغرام أنا أحتاجه وهاي ريشيو نسبة without list يعني بدون وحدة من أضرب البوينت 3 في 94 راح يطلع للرقم بالكيلوغرام بس أنا ليش قبلت كالتر لأن كثافة الماء واحد فحجمه مساوي إلى وزنه تمام وضحة أستاذ فبوينت 3 في 94 هو حتى تقول صحيح 100% تقول هو 88.2 كيلوغرام كيلو واللي هو يعادل ايش قد نفسيته اللتر اللي هو 88.2 لتر ليش لانك الوحده عندك هي بالكيلوغرام وضحت فكونوا دقيقين بهاي الجزئيات جيد هسه احنا راح نرجع الى الى طريقه تفكيك المشروع اللي راح ناخذه اول ما هسه فككنا الماتيريال اللي هن الحصو الرمل سمنت طابوك بعد ايش عندنا ايش عندنا بعد بالمشروع عندي الستيل بار حديد التسليح ابواب شبابيك هاي تجي اعداد ثابته بس اللي يحتاج لحساب ومشقه اللي هو حديد التسليح بعد شنو اللي ذكروني شنو بعد اللي نحتاج نحسبه احتاج احسب الكونكريت تمام احتاج احسب الكونكريت خصوصا اذا
احتاج احسب الكونكريت خصوصا اذا كانت الاشكال سقوف، جسور، اساسات منفرده، بيمز. شلون راح تحسب هاي الكميات؟ شلون راح تقرا المخطط؟ ومن انا من ساعه اعطيتكم مخطط جدا سمبل، اللي هو مجرد الطول ثابت، السمك ثابت، والعرض ثابت. بالواقع ما راح تلقى هيك، تلقى اساسات متغيره، تلقى اساسات مختلفه، اساسات رافت، اساسات منفرده، اساسات كذا. انت اذا تحسب بهالاليات الورقه والقلم راح تخطئ، ما راح توصل النتائج دقيقه. ف اللي راح نتطرق له هو شنو، شلون تحسب الكميات باستخدام تسوي لك جدول تيبل خاص بيك حتى ما راح تغلط اطلاقا. هسه لو انت تشوف، خلينا نشوف التندر اولا، هنرجع لكم للتندر شوي لو سمحتوا. ارجع للتندر، وينه؟ نرجع للتندر، بس خل ادور الشاشه. اوف، لون بقيها على عكس الوحدة. إزارة، إنهاءات. قبل لا نوصل للإزارة ولا للإنهاءات، خرسانة. أوف، خرسانة. شلون شغلها؟ جاي يشوفون الخرسانة شلون قسمها؟ خرسانة التعميل البناية وغرفة الكهرباء خرسانة الأرضيات اللي هي تحت الكاشي هاي العشرة سنتيم، خرسانة المماشي، تمام؟ خرسانة مانع الرطوبة وسقيفة المولدات وغرفة الكهرباء، خرسانة التلهيد بأبعاد هاي مع المجاري والأرصفة. شنو هي؟ كلهن راح نتطرق لهن. ولو تجي للخرسانة المسلحة، أسس، قواعد أعمدة، قواطع، أرضيات، استعمال اسمنت المقاومة، خرسانة أعمدة، جسور سقفية. جاي يشوف هاي التقسيمات لو لا؟ متر 40-12 دا شوفوها. إذن حتى تصير القضية سهلة عليك، قضية سهلة عليك، أولا راح تتعلم شلون احنا بالاستيميشن هسه جاي ندرس ركن واحد اللي هو ركن الماتيريال، تمام؟ خلينا نمسح الحاله، امسح هاي شوي بس، خل اشير لكم الشاشه شوي. شير، صوتكم شير؟ جي جي. شعدنا أنا هسه لو عندي شباب نوي أنا بش اسمه، عندي سقف، سقف، سقف مال بيت كلكم شايفينه، هاي السقف. هذا السقف منين راح يتكون؟ انا راح اكون احكي ماتيريال، راح يكون حصى، رمل، سمنت، حديد، صح؟ جيد. هاي كمادة الكونكريت. بعد ايش احتاج احسب له؟ احتاج احسب قالب الخشب. ايش احتاج؟ اللي هو البام مثلا الى غيره، اللي خلينا نقول اعمال، حتى بصير
هاي حديد، هاي حديد خام. هسه ايش راح اقول حتى افصلها؟ اعمال القالب هسه ايش دخلت؟ دخلت بالناس اللي راح تشتغل، واحتاج اعمال الحديد هاي الناس اللي راح تسلح، وبعد وهاي اعمال صب. تمام؟ فهذا الكونكريت اللي تشوفونه، اللي تشوفونه هو مكون السعر مالته ناتج من هاي المحصله، من هاي المحصله. يعني اني لما حسبته وطلعت السعر اللي هو سعر المتر المكعب الواحد 500,000. تمام؟ 1000. هاي ال 500,000 شلون توزعت؟ هاي ال 500,000 للمتر المكعب الواحد لي، خلينا احنا نشوف ان سقف مال بيت على سبيل المثال 20 متر مكعب، خلينا نقول 10 في 20، 20 متر مكعب كونكريت. تمام؟ على فرضا هذا خرسانة السقف، هاي شنو؟ هاي خرسانة السقف. سعر المتر 500 في 20، فايش قد راح يطلع للناتج؟ فراح يطلع لي 10 مليون هذا كلفة، هاي الكلفة الكلية. هاي شنو هاي؟ هاي الكلفة الكلية. طبعا هذا أهم موضوع راح يعني إن شاء الله في تخصصاتكم اللي بالواقع العملي اللي راح كلش تحتاجونه، من تشوفوا السعر تعرفوا هاي الفقرة ناجحة مو ناجحة مو كذا. تمام؟ زين، هسه راح تجي تقول هذا ال 20 متر مكعب انا احتاج راح اسوي لي تيبل صغير، احتاج للمتر المكعب الواحد نسير تيبل لحظه، وين الادراج فايل؟ ذكر كان بي تيبل تولز برش ايمج، ما المهم ايش احتاج؟ احتاج اسوي لك جدول صغير، احتاج المواد احسبها، سمنت ايش قد احتاج، زين رمل ايش قد احتاج، حصو ايش قد احتاج، حديد ايش قد احتاج، طن كلفة النجارة ايش قد، وكلفة التسليح، وكلفة أعمال التسليح. طبعا انت مو تقول قبل 500، انت لازم تطلع هذا ايش قد شغلك، وتطلع الكمية وتوزع السعر على الكوانتيتي. هسه اقول لك شو كلفة أعمال التسليح، كلفة الصب. جيد؟ زين، اني هاي 20 متر مكعب، تمام؟ ايش قد اسمنت؟ معروف صح؟ 20 ضرب 94، 20 294 في 20 متر مكعب، احتاج 5880، احتاج 6 طن. احتاج 6 طن. 6 طن. الرمل ايش قد احتاج؟ من يذكرنا من الساعة بذاك المثال السابق؟ 0.21 في 2 0.42 في 20، فأحتاج 8.4، خلينا نقول 8.4، أحتاج 9 متر مكعب. تمام؟ رمل إذا تسعة الحصو ضعف هاي الكمية، ايش قد احتاج؟ 18، احتاج متر مكعب. شبابنا واضحة انا ايش جاي اسوي؟ جاي يشوفون ايش جاي اسوي؟
عيني الله يخليكم بس كتبوا لي واضح اللي دا احكي واضح ترى هاي اهم اهم فقره حد هنا واضح صار جاي انا هسه راح جاي اسوي تسعير الحديد الحديد شلون تحسبه شلون راح تحسبه طبعا الحديد انا راح اعطيكم هسه في طريقه حساب بسيطه بس بعدين راح ندخل ونشحها تمام خلوا ان هذا الحكي مالتنا كله على جهه جيت انا راح افتح بين ثاني تمام بين ثاني عيني الله بالخير انا لو جيت باوعت لي السقف السقف ايش القى بيه القى بيه حديد حصيره مو لو لا اي حصيره صح هاي حصيره فوق وشويه هاي واكو حصيره جوه خلي راح ارسمه هنا اعتبروا هذا الخط معناه جوه الخط اللي جوه اوكي تفهمون كلامي اعتبروا هذا الخط البرتقالي هو خط سفلي يعني حصيرتين شبشتين وحده فوق وحده جوه واضحه لا هذا هنا اسود وهذا جوزي هذا صار ها هسه هاي واضحه واضحه اللي ردته هذا استاذ اللي جاي يشوف الشيخ وقف شوي الصوره دي شلون الشيخ ما شافش وقف حاليا يعني بس صوره واقفه ها ها ها, ها, ها. سوري 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 لازم ارجع اشير هاد هسه راح ارجع اشير سوري مو انا دا اشيره وي وين النافذه الاولى ما يطلع النافذه الثانيه تشوفون هاي الصوره هسه طلع اصيرتي انا هسه راسم افرض هذا هسه اللي جاي يشوفه الاصفر الاسود شبكه مال التسليح شبكة حديد بهالاتجاه والشبكة الثانية بالاتجاه العمودي شبكة والمسافة بين كل وحدة ووحدة شقيت عادة السقوف يخلون 20 سنتيم مو مو لو لا 15 يعني الى 20 اي خلي نقول 20 حسب المهندس خلي نقول 20 بها شي نفرض نفرض انها 20 تمام تمام زين هاي 20 20 صار انا ايش اريد اريد اخذ مساحة هي متر واحد فقط جيد واضح يعني امتد 20 20 20 20 صح فايش كم مربع راح اشوف مركزين معي لو لا ما فهمتك عيد استاذ اني هسه هاي الشريحة 20 صح قلنا المسافه بين شيش وشيش 20 20 هاي انا اخذت شريحه من السقف مساحتها متر طولها متر او عرضها متر جيد اريد اشوف المتر المربع الواحد من هذا السقف كم شيش فيه حلو لو لا وضحت اقول اني منا لهنا 20 منا لهنا 20 هاي 40 منا هنا 20 هاي 60 منا لهنا 20 وهكذا ومنا لهنا 20 صح 1 2 3 4 5 20 صح قفل المتر مو انا غلطان جاوبوني المتر اذا قسمه على 20 ايش كم شيش 20 حطيت شيش 20 خليت شيش 20 خليت شيش 20 20 خلص المتر بالاتجاه العرض نفس الشيء ها يعني ال20 المتر
اللي هو 1000 سنتيم تقسيم 20 يعني 1 تقسيم 0.2 5 شياش، مو لوني غلطان عيني صحيح هاي واضحة صح؟ إذن فوق أحتاج 5 وجوا شقد أحتاج؟ شقد جوا أحتاج؟ هم 5 لأن 5 فوق و 5 جوا حلو؟ هاي 10 زين العرضي هم من 5 فوق و 5 جوا هاي 10 ب 10 20 شيش إذن أحتاج 20 متر طول شيش بهذا المتر المربع الواحد صح لو غلط ارجع احللها لكم اعيدها راح اعيدها من جديد كوبي لحظه ترى هاي اهم شيء راح نمسح الشاشه عيني هذا عندي متر هذا عندي متر هاي شريحة أنا ماخذها من السقف جيد جيد أنا راح أقسم 20 سنتيم خليت شيش خلي نختار الشيشنا هذا اللون هاي الحصيرة الفوق 20 سنتيم هاي الثاني هذا الثالث هذا الرابع هذا الخامس جيد واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تمام أريد بالعرض هذا الشيش الأول هذا الشيش الثاني هذا الشيش الثالث هذا الشيش الرابع هذا الشيش الخامس واضحة؟ مو خلص المتر لو أنا غلطان 20 سنتيم بين كل واحد وواحد 2 3 4 4 5 عدي هذا زايد بس خلق هذا زايد عدي هذا زايد وهذا نسوي احمر وين هذا رش هذا ليش هذا ما جاي ينجر زين هذا خمسة المهم هسه هذا واضح لو لا هاي ايش قد المسافه بين واحد وواحد هاي منا هاي 20 تمام وهاي 20 وهاي 20 وهاي 20 تمام كل 20 سنتيم خليت شيش وكذلك هنا كل 20 سنتيم خليت شيش انا دابا احسن الحصيره الفوق واضحه هسه اذا تركز وياي كم شيش هذا طوله كله واحد متر مو لو لا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اذا العموديات بهالاتجاه خمسه اتجاه خمسه زائدا العرضيات هم خمسه صح؟ ايش قد يساوي؟ هاي 10 10 بالحصيرة الفوق الحصيرة الجوة
كذلك 10. 10 شنو؟ 10 متر. يعني الناتج النهائي احتاج 10 متر من الحديد طول حتى اسوي لي متر مربع واحد. واضحة؟ عيني واضحة؟ اكو صوت لو لا؟ موجود الصوت واضحة صح؟ هاي واضحة لو لا؟ هاي واضحة؟ بالنسبة لي واضحة. المواضحة يكتب لي متر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كل واحد طوله متر، وراح أخلي بالعرض كذلك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فخمسة عشرة فوق وعشرة جوا، بالمحصلة النهائية أحتاج 20 شيش كلي للمتر المربع الواحد. ها وضحت؟ وضحت. وضح. إذا هسه صار عندي 20 شيش كل متر مربع يلاقيني. إذا كل متر مربع يلاقيني بالسقف إيش أشوفه؟ أشوفه هو عبارة عن 20 متر طول، متر طول هاي ام ال من الحديد من تي، خلينا نقول 12 اللي هو فاي 12. هاي واضحة؟ نفرض انه هو فاي 12. زين السقف، السقف كله كم شيش؟ كم متر السقف؟ احنا قلنا فرضنا مساحته احنا قلنا 200. ايه لا شو ممكن فرضناها 100 مساحته، 20 في 10 لو اجينا هذا السقف فرضناه كله اللي هو ايش قد 20، هذا 20 متر في 10، والسمك مالته ايش قد السمك مالته 0.2، وهذا 0.2 هذا الثيكنس، فصارت كمية الكونكريت 20 في 10 في 0.2 بوينت. احنا مساعدين حطيناها شو اسمه، نخليها 10 في 10 افضل، فتساوي 20 متر. راح اخليها 10 في 10 حتى كمياتنا تطلع نفس الحساب. تمام 20 في 10 هذا، هذا نفرضها، هاي نفرضها 10 حتى تطلع كمياتنا شوية 10 في 10، فهذا نغير نمسحه 10 في 10، لأن احنا فرضنا الكمية من الساعة أنا فرضتها 20، فشلون نطلعها 20؟ فهاي فمساحة السقف 10، مساحة السقف 10 في 10. زين زين مساحة السقف ايش قد؟ 100 متر مربع صح؟ 10 في 10 100 متر مربع، كل متر مربع ايش قد نحتاج له؟ ايش قد نحتاج للمتر مربع؟ معك 20 متر صحيح؟ جيد عاشت ايدك. فاذا 20 متر في ايش قد الطول عندنا الكلي؟ 20 ايش قد راح العفو العفو 100 مساحه في كل طول يحتاج لنا 20 ايش قد راح يطلع لي يساوي لي 2000 صح؟ 2000 متر، 2000 متر منين؟ من الشيشه ولا 12 على سبيل المثال. زين شيش ابو انا هسه انا عندي 2000 هذا العد الكلي، انا اريد كم شيش صح لو لا؟ ليش فيني انا صار بدي اعرف ايش كم طن كم شيش؟ العمليه كلها سهله استاذ، هو نعرف احنا الشيش ينقاس بالطن. عفي يعني عفي جايك 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 اول مره احوله للعدد شلون؟ انا اقول ال2000 اقسمها على طول الشيش الواحد اللي هو ايش قد
12 ايش قد راح يساوي لي؟ ايش قد يساوي لي؟ طلع لي 166.6 يعني 167 بار ابو ال 12 ها وضحت؟ وضحت؟ بس عندنا 2000 الوزن الكلي او الطول الكلي غير للعدد الكلي ايه درست بيها شلون العدد الكلي 2000 ال 12 الطول نقسمها يطلع لي كم شيش البار شو انت البار يعني شيش قصدي نمبر عدد الاسياخ اقول اقول 12 احتاج 167 شيشه بال 12 وضحت؟ وضحت وضح زين كم طن؟ اعطيكم معادله ذهبيه شنو هي المعادله الذهبيه؟ خاف تنسونها مربع القطر مال الشيش يعني بار في بار يعني هذا اللي هو بار سكوير خلينا نسميه هنا ما جاي ينكتب اللي شلون اكتبها بار سكوير هاي ليش ما جاي يكتب يلا بار هاي ليش يعني مربع البار شلون اكتبه سكوير بار على 1.62 لو تصير هوسه غير الشاشه تعرف هاي ايش راح تطلع لك راح يطلع لك كيلوغرام لكل متر ها انا اقول لك ايش معناها شيش يعني البار تربيع على 62 يطلع لنا نقسمها يطلع لنا بالكيلوغرام يعني وزن المتر الواحد هسه راح اعطيك الطريق مثلا انا عد 12 في 12 144 144 تقسيم 162 0.88 صح؟ لا صح هذا ال 0.88 معناها 88 كيلو 0.88 كيلو غرام للمتر الواحد انا اريد الشيش كله اضربه في 12 راح يطلع وزن الشيش 10.66 كيلو غرام 10 كيلوات يعني قريب ال 11 كيلو هذا ياها منهم الشيش وبال 12 حلو؟ حلو زين العشرة 10.66 كيلو غرام كم شيش عدي أنا؟ أنا أضربها في عدد 167 في 167 راح طلع لي 1781 يعني قيد طن 700 يعني طنين اللي وضحت؟ مضبوط هاي حسب البيوت ابو المية ياخذ طن ونص اذا 100 متر واذا 200 متر هسه السطح ياخذ طن يعني تقريبا شفت هسه انا ليش جبت لك واقع عملي حتى تشوف طبعا اكو بعد جسور هم تاخذ نسبه بسيطه من السقوف تقدر تحسبها تريد تحسبها على اطوال ندخل بكل التفاصيل ان شاء الله انا هسه هاي كمقدمه لحساب الحديد هاي مقدمه بسيطه اكو تفاصيل كلش هواي ان شاء الله ومخططات لحظة عيني هسه هاي وضحت العملية عرفنا هسه شنو عرفنا أهم نقطة اللي هي البار حساباته راح أمسح ترى الشاشة نسوي لها ديليت ليش فايل نيو دونت سيف زين
شاشه فارغ صح هسه نرجع للاساسي بالتنا نرجع الاساسي هسه هذه خلصنا منها الحصو الرمل الاسمنت الحديد تمام هسه الحديد ايش قد كتبه هنا 1.7 8 طن مو لو لا خليه زين نجارة ايش قد البيت ياخذون علي تقريبا مثل هذا 1.5 الى 2 مو ما يتجاوز 3 ملايين ها خلينا نقول 100 متر مربع خلينا نقول 2 مليون يا 2 مليون هذا صافي 2 مليون من غير الدرج الدرج غالي ايه خلينا نقول احنا بدنا نحكي على سقف فقط هاي 2 مليون طبعا 2 مليون شامل اعمال التسليح صح فماكو داعي حتى اكتب لها سعر العفو استاذ النجاره بالتنادر مقطوعه تنكتب كلها مقطوعه انت مقطوعة. تنطي متر مكعب صافي بس انت يعني لو حسابات تفيدك انت بالشغل وياك لا مثلا النجار مثلا ما صب السقف امتار احسبها لو مقطوعه ايش قد ياخذ مثلا قال لي مليونين ها هي مليونين ايه هو مليونين نجار حديد شغل القالب وشغل الحديد ها واضح ايه شغل القالب وشغل الحديد فاعمال التسليح فهاي ما احتاجها نو ابليكابل ها لا ما نحتاجها كلفه الصاب كلفه الصاب خلي نقول انت اليوم جبت خباطه هاي العاديه ليش لان احنا حطينا فوق هناك اسعار خلي نقول الكلفة 500,000 تمام صحيح 500,000 هسه صار عندي سقف ايش قد كلفته صارت واضحه سعر بيش سعر الطن طن الحديد اليوم مليون مو الطن يا والعراق الاقل مال كربلاء 1,300,000 1,450,000 خلاص خلينا ناخذ 1,300,000 1.3 مليون هذا الطن في 1.78 فراح احتاج 2,300,000 هاي 2,314,000 هذا حديد زائد النجارة 2 مليون ترى هاي الحسابات انتم مهندسين باكر يجونكم وقال لك تعال احسب لي هاي ايش قد تكلف تظل صافن تسليح والنجارة ماكو داعي ليش لان هي حسبتها مقطوعة زاد 500 هاي مال ايش مال الخباطة 500,000 هاي الكلفة الكلية مال الخباطة اي هي عمالها 500,000 زائدا المواد سمنت اللي هن 6 اطنان الستة اطنان بيش الطن الاسمنت 120 6 في 120 ما اعرف هو تشيس بستة في 20 تشيس بستة اكيد تشيس بستة اكو بخمسة ونص واكو بخمسة واكو بستة 6,000 تقسيم 50 في ايش قد قلت لي في 6,000